شين أمامكم صور غنية عن كل تعليق من جانب الجماهير المغربية التي اليوم يمكن أن نقول شكلت الحدث والاستثناء من خلال هذا الموعد. أمامكم الصور لكم تعليق أيها السادة والسيدات، تفاعل كبير وحضور كبير من جانب الجماهير المغربية التي تقدم عديد الرسائل الإيجابية من أجل دعم ومساندة المنتخب الوطني المغربي استعدادا كما قلنا لاستحقاق المقبل مونديال قطر 2022. إذا الحدث قليلة ونتابع أجواء هذه المباراة الودية الأولى للمنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الشيلي في انتظار لقاء الثاني أمام منتخب الباراغواي. سعادة كبيرة وأجواء احتفالية من جانب الجماهير المغربية على الإيقاعات الوطنية لاحتفال قطر 2022. تنطلق كأس العالم نسخة أمريكا الشمالية إن شاء الله بين التي ستنظم الوطني سفيان بوفال، ومخالفة لفائدة المنتخب الوطني، مخالفة يشير الحكم لفائدة المنتخب الوطني. سلال جميل من الجهة أشرف حكيمي تسدد كرة ترتطم حيث تصد منتخب الشيلي، يصاب على إثر ذلك لاعب منتخب الشيلي. سلبت نتابع في الصورة أرضية والتمريرة فرصة خطيرة، هنا الكنترول هنا المحاولة هنا التسديدة جت من طرف من طرف نصير المزراوي. أول تهديد إدار حكيم سيش الرأسية، جميلة اللقطة جميلة اللقطة الرأسية عن فئة أقل من 16 و17 ثانية. يبني هجماته من الدفاع سيلا الجار ميدان حكيم سياش مرفوعة سيلا حكيم سياش يبحث عن العرضية، كرة خطيرة مغربية البحث عن التمرير خطيرة متابعة بعد كرة بينية جميلة كانت فجأة أشرف في الخطورة فرصة وطالب بخطأ من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الشيلي فرصة تسدد والكرة ترتطم القائمة الأيمن لمنتخب الشيلي. نتابع ردة الفعل سلال جميل ورائع من طرف صوفيان بوفال، حكم مطالب بتوجيه البطاقة الصفراء فيل بوفال طريقة جميلة والحكم يقول خطأ لفائدة منتخب الشيلي، مطالب بركلة جزاء أظن بأنه فيها الخطأ. يوسف أنصاري غبية لعزدين ونحيم روغة جميلة انطلاقة في الخطورة العرضية، تغطية دفاعية من جانب حكيم عبر القيمة الثاني فرصة خطيرة مرت محادية الكرة أمام المدافع حكيم سياش كنترول بالصدر جميلة في منطقة الجزاء. الفرق العالمية لحكيم سياش عرضية خطيرة جميلة اللقطة جميلة العرضية من حكيم سفيان بوفال مر عبر الجهة اليمنى عرضية من الجهة اليسرى التغطية من طرف عناصر منتخب الشيلي. تقني سفيان بوفال عملية عمية تماس إعادة هذه اللقطة بالفعل لقطة واضحة فيها المخالفة تدخل بقوة من جانب باولو دياز مر هذه الكرة التغطية إيدي فاكا طريقة جميلة سفيان سياش سلام سياش سددها وبين الحارس برايان كورتيس إلى سفيان بوفال يوسف أنصاري فضوهات بينه وبين يتحصل على إيتري سفيان بوفال على ضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي تأتي في حدود دقيقة مقطوعة من أليكس سانشيز بعيدة حكيم سياش سدد مقوس لكن ترتطم بحق قادم لاحظ بسرعة افتكاك الكرة بالتالي المنتخب الوطني ركلة ركنية راسية من نصير مزراوي مرت بسلام على حكيم سياش مراوغة من حكيم يوريو لمنتخب الشيلي تغطية من طرف أشرف جميلة روغ الأول الثاني سفيان بحث عن العرضية لكن يتدخل دياز باولو سياش كنترول رائع من حكيم مراوغة من حكيم رد أن يموي عناصر منتخب خطورة سفيان بوفال فرصة البحث عن التسديد رابط من جديد بوفال بات عن خطورة خطيرة خطيرة كان بإمكانه يمرر كان بإمكانه يمرر هنا يغطي دفاع يبعد العميد غانم سايس يتمكن من
نهاية الوقت الرسمي وطبيعة الشوط الأول أعطاني الحاول ما يمكن أن تجر منتخب الشيلي. أوه تيم مصراوي نوصل تو سدادة رائع الهجمة للمنتخب الوطني تفاعل كبير عم للعب في مستويات عالية لف لعب فريق أوروبيك مارسيليا الفرنسي جميلة الكرة بين حكيم سيمي تقدم عزتين ناحية فرصة مغربية بوفال بوفال تغطي على بوفال ومن غطى في الدفاع هو ميديل غاري تعود مغربية من جديد محاولة تقدم فرصة في الخطورة عز الدين ناحي سدد عز الدين فالتمنح الهدف الأول للمنتخب أشرف في وسدد خطيرة جول لكن مرفوض الحكم يرفع الراية تبعت أشرف داري الجهة اليمنى حكيم طلوكا يدخل من جديد ويرتا خطيرة دفاعية هداري شباب كانت تحركات نجومية يلا بوفيل بينية هدف قادم إن شاء الله بشوطة عرضية في الخطورة فرصة هداري خطيرة اللقطة خطيرة الهجمة من أرطورو فيدال بتوقع الثاني كما تابعنا بلمسة آر تقدم منتخب الشيلي الآن والضغط من فيس يصاب على إيتر ذلك هذه كرة بينية تغطية من غير الستة الودية للمنتخب الوطني المغربي هذه طريقة شميل ضغط مغربي افتكاك محاولة فيها الخطورة خطيرة ركلة جزاء للمنتخب الوطني المغربي خطأ وهفوة دياس باولي في الصورة سوفيان بوفال يلا سوفيان جول لفائدة سوفيان بوفال وجنبت الملعب تهتز من طرف الجماهير المغربية سعيدة جدا بهذا الهدف من طرف عملية تحضير فرصة مغربية خطيرة